السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مناحي الجلال البيضاوي من الأندلس نحييكم. بسم الله والمستعان بالله من الشيطان. سنعطي وضعية النفض الحسونية وطريقة جعل خلية على شكل خمسة طرود في يوم واحد. بمعنى هذه النفضة كانت من تلك الخلية الخضراء التي بها الكثافة النحلية، كانت هي الخلية الأم، كانت ما قمنا بها الأسبوع الفارغ. اليوم سنتفقد النفضة الحسونية وسنعطي فكرة كيف تجعل هذه الخلية على خمسة أو أربعة طرود. بسم الله. عليك أن تأتي في المساء بأربع نويات أو أربع خلية فارغة. سنبدأ نقول بسم الله، سنقوم وكأنني الآن سأقسم لك الخلية على أربعة خلايا. كل خلية ستكون بملكة، كل خلية ستكون بنحل، كل خلية ستكون بمخزون وشمع الأساس. بسم الله. الأول شمع الأساس، من هو في هذا الطرد؟ هذا كتصوير الناس تمثل بالخلايا الفارغة أو فقط بالكلام، أنا أمثل لك بالنحل. هذا شمع أساس، طرد آخر، بمعنى الطرد الأول الطرد الثاني، وكأنها تلك خلية وهذه خلية. سنأتي الطرد الثالث، هذا هو هنا، أصبحت لدي طرد اثنان ثلاثة، وهذا الذي سيبقى هنا هو الرابع، أربعة طرود. سنأتي إلى هنا نوسع، لأن نحن قسمنا بواحد اثنان ثلاثة أربعة إطارات حضنة، هذا يذكره الجميع. الإطار الأول حضنة، إطار أول حضنة، بسم الله ما شاء الله، بيت ملكي، بيت ملكي حضنة، مخزون، بيت ملكي آخر بالأسفل، بيت ملكي آخر. الطرد الأول في الخلية الأولى، هذه الخلية الأولى. الإطار الثاني الذي كنا قد وضعناه كحضنة، بسم الله ما شاء الله، لدينا الحضنة، لدينا الحضنة، لدينا بيت ملكي بالطريق، لدينا بيت ملكي بالطريق، ولدينا بيت ملكي آخر بالطريق. الطرد الثاني، الطرد الثاني، الطرد الأول، الطرد الثاني، بمعنى ذلك في الصندوق الأول، هذا في الصندوق الثاني. الطرد الثالث، هذا كله كان، لأن كانت النفضة بأربعة إطارات حضنة. الإطار الرابع من الحضنة، بسم الله ما شاء الله، حضنة، مخزون عسل، لدينا بيوت ملكية، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هذا سيكون الطرد الثالث، بمعنى من خلية الأم أخذنا خلية واحدة، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة في نفس اليوم. الطرد الخامس، الطرد الخامس، إطار حضنة، الإطار الخامس، بسم الله ما شاء الله، بيت ملكي وبيت ملكي آخر، بيت ملكي آخر، وبيوت ملكية أخرى. هذا الطرد سيبقى في الخلية. الآن ماذا سنوزع؟ المخزون من العسل واحد هنا بنحله، لأن الآن لا تبحث لا عن الملكة ولا على أي شيء. بسم الله. ماذا لدينا الآن؟ لدينا واحد إطار شمع الأساس، واحد حضنة، وواحد مخزون. الطرد الثاني مخزون، لدينا حضنة ببيت ملكي شمع الأساس ومخزون عسل. الإطار الرابع مخزون عسل، ماذا لدينا؟ شمع الأساس، حضنة، بيت ملكي، مخزون عسل. كانت النفضة يوم 10/11/2023، بمعنى من خلية. الآن ماذا أصبح لدينا؟ أصبح لدينا طرد آخر هنا، بيت ملكي، بيت ملكي، كتافة نحلية، بيت إطار شمع أساس. سنذهب إلى الخلية الأم، نأخذ واحد إطار عسل كمخزون،
واصبحت لدينا من خليه واحده خمسه طرود. سننفض الخليه الام مره اخرى الاسبوع القادم، نحصل خمسه، بمعنى من خليه واحده حصلنا على 10 خلايا بملكات من نفس السلالة، لا تهجين ولا شراء طرود ولا شراء ملكات. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجب الجميع ويشاركنا الجميع هذه المعلومات، فهذا الذي نتوفر عليه الحمد لله كما نشاهد عمل مباشر وشرح على المباشر. بمعنى هذه خلية، هذه خلية، هذه خلية، وهذه خلية، وتلك خلية. الجميل في هذه الخلايا يجب أن ترحل، سيبقى هذا، ستبقى الخلية الأم، يرحل هذا ويرحل هذا ويرحل هذا. أليس هذه كثافة نحلية وجمالية طرد؟ ألا ينطلق مقاعد الطرد؟ ما شاء الله، الخلية البيضاوية خلية المستقبل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، اللهم ارحم والدينا ووالديكم، جزاكم الله خير الجزاء. دعموا هذه الفيديوهات لكي تعم الفائدة وتعم المعرفة لدى الجميع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.